ما يتعلق بالرياء من الشرك الأصغر، وقلنا علاج الرياء ما هو؟ دراسة التوحيد، إخفاء الأعمال، الدعاء، زيارة القبور الزيارة الشرعية، صح أو خطأ؟ ها؟ يقول من علاج الرياء زيارة القبور الزيارة الشرعية، خطأ، خطأ، صحيح؟ يلا أقول لماذا صحيح؟ لأنه لو أنت تفكر في الدنيا وتنظر للإسلام، إذا بالقبر إيش؟ تخاف، صح؟ زوروا القبور فإنها تذكركم الآخر، والرياء يذكرك الدنيا. كيف خطأ يا رب؟ الله يهديك. نعم، وذكرنا بعد هذا الباب الثاني قلنا أخطر من باب الرياء أن يريد الدنيا بعمل الآخر. كيف نعرف أن يريد الدنيا والآخرة؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وقلنا أيضا في علاج الرياء لا تترك أي عمل خوفا من الرياء، اعمل ولا عليك، مفهوم؟ لأن الشيطان إما يوقعك في باب الرياء أو يوقعك في باب ترك العمل خوفا من الرياء.